السلام عليكم ورحمة الله. هذا مشروع تاع الترام، خط هذا بريدي لمشتركة ما بين الجزائر وتركيا. أنشأت هذا المحطة وهذا الخط القطار الذي في مدينة سطيف. الآن احنا في معركة قديل أولاد تبان الآن، وهذه ما شاء الله يعني شراكة طيبة في مشروع طيب إن شاء الله، مبارك إن شاء الله، ما بين الجزائر وتركيا. الآن احنا ننظر هنا في محطة معركة قديل أولاد تبان، وكل محطات مسمات باسم الشهداء ومعارك في الجزائر أثناء أبان الثورة الجزائرية التحريرية ضد الاستعمار والاحتلال الفرنسي.